سمعت لو نكمل كلامنا، فيديو النهارده هنتكلم عن الكونسبتس في الاكسبر سيستم اللي هتفيدك في الاكسبر سيستم قدام يعني في الشرح. اول حاجه معناها التيرن تيست، ديت ايه هي التيرن تيست؟ من اسمها تيست، تيست بتعمل ايه؟ ديزاين عشان تقدر تعمل ميجر ذا انتليجنس في الكمبيوتر، تقدر تقيس ذكاء الكمبيوتر. تمام. بعد كده تاني تعريف معانا، نجيب بس الليزر عشان تكون مركز معايا. الاكسبرت عندنا يعني دوت بيرسون ويز فيري نوليدجبل about or skillful in a particular area. زي مثلا تلاقي واحد يقول لك ده، زي مثلا تلاقي واحد بيقول لك دوت فول ستاك، هو فاهم في الفول ستاك، هو اكسبرت فيه. اكسبرتيز اللي هي الاكسبرت سكيل اور نوليدج ان ا بارتيكولار فيلد، اللي هي الخبره بتاعت الاكسبرت. زي ما انا قلت اللي هو فول ستاك، الشخص ده بيقدر يعمل فول ستاك كويس فيه، فدي الاكسبرتيز بتاعته. الاكسبرت سكيل المهاره بتاعته بيقدر يعمل، بيقدر يعمل فول ستاك. تمام. بعد كده بقول لك عندي 3 ميجر كومبوننت ان اكسبرت سيستم، ايه هما؟ النوليدج بيس، وعندنا انفرنس انجن، واليوزر انترفيس. بعد كده نتكلم على الاكسبرت سيستم ماي اوس كونتين. الاكسبرت سيستم فيه حاجات تانية زي ايه؟ النوليدج اكوزيشن سب سيستم، بلاك بورد وورك بلاي او وورك بليس، هي اكسبلانيشن سب سيستم، او جاستيفاير. جاستيفاير بمعنى يعني تبرير يعني. بعد كده اخر حاجه النوليدج ريفايننج سيستم. هنيجي ندخل على النوليدج بيس، تعريفه ده هو كولكشن اوف فاكتس اند رولز اورجانيزد ليبر انتو سكيما. النوليدج بيس باختصار كولكشن اوف فاكت ورولز، عشان يقدر يعمل البرنامج ويبعته للانفرنس انجن. انفرنس انجن ده بيعمل اللي هو الكونكلوجن. تمام. طلع له يعني الحاجه النهائيه. تمام. انفرنس انجن بارت اوف ان اكسبرت سيستم ذات اكشوالي بيعمل ايه؟ بيرفورم ريزونينج فانكشن. لا يعني عشان يطلع لي الكونكلوجن. يوزر انترفيس يعني ايه؟ انا عملت برنامج مثلا ديسكتوب ابلكيشن، انا بكتب الكود وبعمل واجهه كده يو اي عشان المستخدم يقدر يستخدمها من غير ما يشوف. تمام. بعد كده البلاك بورد هي ذات اريا اوف ورك ميموري، بتعمل بقى فور ديسكريبشن اوف ا كارنت بروبلم اند فور ريكوردينج ريزلتس ان اكسبرت سيستم. ذات اريا في الوركينج ميموري تعمل ديسكريبشن للكرنت بروبلم، بتوضح لك البروبلم وبتعمل لك ريكوردنج ريزلتس. تمام. بعد كده عندنا اكسبلينيشن سب سيستم جاستيفاير، يعني تبرير يعني، ده كومبوننت اوف اكسبر سيستم جاستيفاير كونكلوجن، بيعمل تبرير كونكلوجنز. تمام. اللي مين بيجيب الكونكلوجنز؟ اللي هي الانفرنس انجن. طب بياخد الانفورميشن منين؟ بياخد النولج منين؟ من النولج بيس، وده هنعرفه في فيديو او اكسبر سيستم وركس. تمام. اخر حاجه معانا نولج اكوزيشن، ده بيعمل لك استخراج وصيغه المعرفه المستمده من مين؟ مصادر مختلفه، وخاصه من مين؟ من الخبراء اللي هو الاكسبرت. بس وكده كان فيديو النهارده، ما تنساش جيب مي تايمز اب اند بيس اوت.